السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في العدد هذا الجديد لرحيم نجاوب على سؤال: هل يمكن حقا الحصول على بطاقة إقامة عن طريق إنشاء شركة أو مؤسسة بالأراضي الفرنسية؟ أنا أقول لكم بصريح العبارة، يمكن لأي شخص أجنبي سواء كان تونسي سواء كان مغربي سواء كان جزائري أن ينشئ مؤسسة بالأراضي الفرنسية حتى بمبلغ بسيط جدا، يعني يقدر يبدأ ب 100 أورو ولا 50 أورو ويروح بعيد حتى يكبر المؤسسة دياله، ويقدر أيضا يتحصل على بطاقة إقامة لبلو نورمال دي مون. فقط تغير إمكانية الحصول على بطاقة إقامة من شخص لشخص، وتتغير البطاقة المتحصلة عليها من شخص إلى شخص. دونك باش نقدروا نفهموا هذه العملية لازم نقسموا الأشخاص إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هم الأشخاص اللي متواجدين على الأراضي الفرنسية بدون وثائق، لي سون بابي. كيفاه يقدر ينشئ مؤسسة؟ يقدر ينشئ مؤسسة، ولكن كيفاه يقدر يسوي الوضعية؟ القوانين اللي تحدث عن تسوية الوضعية بالنسبة لمتواجدين على الأراضي الفرنسية في حالة استثنائية تيتر اكسيبسيونيل لا تتحدث ولا ما عطاتش حتى كما يقولوا بند من البنود. هذه القوانين تحدث على الإمكانية عن طريق الإنشاء مؤسسة، عن طريق مؤسسة. كي فو دير لا كرياسيون دي انتربريز فو دون با لو دووا داكسي بو ريغولاريزي فو بابي، يعني هذا واضح ولا راه ساري مفعول الى يومنا هذا. طريقة ولا الثغرة الوحيدة اللي حدثتكم في 2017 مازالها سارية المفعول، والكثير اللي خذا عليا راه يمشي بها وصمارش اسوجو صمارش، انك تنشئ شركة وليس مؤسسة. باسكو الشركة تقدر تكون لو جيرون، دونك اذا كان تقدر تكون لو جيرون دون سو كالا فو بوفي فار لي فيج باي ليك، انت راني مسير لمؤسستي، دونك المؤسسة ديالي تخلص لي زامبو تاعها على اساس انها مؤسسة، وانا راني نتقاضى اجر من هذه المؤسسة. هذه المؤسسة تمنح لي شهادة العمل، شهادة العمل تمنح لي لي فيج باي، واوتوماتيكمون بهذه الطريقة نقدر نروح سكون ابي لا بريفيكتور ونطلب التسوية بعد ما نثبت التواجد ديالي على الاراضي الفرنسية، ونطلب التسوية عن طريق العمل على شكل اني عامل في مؤسستي وليس على شكل اني تاجر ولا صاحب مؤسسه. اذا قانون تسويه الوثائق بالنسبه لسون بابي ماشي معناتها اذا كان درت شركه تروح دوموندي لا ريغولاريزون شركه، لا، الشركه ديالك تكون تخدم فيها شوي داكور، ويكون عندك ان سالير من الشركه ديالك شوي داكور. اذا كان عندك ان سالير وزالي دوموندي لا ريغولاريزون طونك خدام طونك ترافايور با او طونك باترون دي انتربريز. اون دو اتر كلير. La deuxième possibilité, اللي هي عندك ان فيزا، جيت لهنا لفرنسا ونشأت مؤسسة، الفيزا تاعك سي ولا تاع توريستي كيما يقولوا الفيزا سياحية، فيزا تأشيرة سياحية، ما تعطيكش الإمكانية أنك تتحصل على بطاقة إقامة، لأنك كي تروح المحافظة لا بريفيكتور أول شيء يشرطوه لك يقول لك عطينا الفيزا دي كيما يقولوا تأشيرة فيزا دي فيزا دانستالاسيون. والتأشيرة فيزا دي اللي هي أكثر من ستة من ثلاث أشهر، من ثلاث أشهر، ويمنحها القنصل في بلدي سواء كنت في الجزائر ولا كنت في تونس ولا كنت في المغرب، يعني لازمك الفيزا دي. دونك تأشيرة سياحية إذا كان قدرت تجي لفرنسا هنا ونشأت مؤسسة لازم عليك يكون عندك بيلون بوزيتيف، ونتحدث على الشروط بالتحديد في الأعداد القادمة. المهم كي يكون عندك بيلون بوزيتيف تولي لبلادك مهما كانت، كما قلت ديما نعاودها، تولي لتونس ولا تولي المغرب ولا المغرب ولا الجزائري، وتطلب فيزا دي على اساس انك عندك مؤسسه في فرنسا كيعطيك فيزا دي اون كاليتي دو كوميرسون، تزيد تطلع لفرنسا ودير لي بابي وتطلب لا كارت ريزيدونس. سا سباس كوم سا، مي دون لي تروا كا كنت في البلاد تقدر تنشئ مؤسسه اون لين عبر مواقع الانترنت، لانه كاين دي بلاتفورم لوين تقدر تنشئ بلا ما تكون حاضر، كيما تقدر تكلف اي انسان. اذا كان جيت بفيزا تقدر ثاني تنشئ مؤسسه بعد تعاود تولي البلاد بور فير لي بابي ديالك، واذا كان راك خدام هنا وراك سون بابي هنا تقدر تنشئ شركه وليس مؤسسه، وين تحط روحك بلي راك خدام ولا جيرون في تلك المؤسسه وتقاضى مبلغ مالي كل شهر، هذا يخلي ولا يبدل الوضعيه تاعك ويرجع منك عامل في الاراضي الفرنسيه. حتى واذا كان كنت عامل في المؤسسه ديالك فانت عامل، دونك مادام راك عامل تقدر تروح تطلب الوثائق طونك ترافايور با طونك كوميرسون. مي لي تروا كا سا دون توجور اون بوسيبيليتي دافوار اون كارت ريزيدونس اون كاليتي دو كوميرسون
ولا تحول نفسك في حتمة إذا كان راك سون بابي. في الأعداد القادمة نزيد نوضع أمور أخرى في نفس الشأن إن شاء الله. بزيد بزيادة تقدروا تواصلوا بالمكتب ديالي، عندي كما يقولوا دي فورماسيون اون لين وين وضحت كل شيء بالتدقيق، كيف تنشئ مؤسسة، الوثائق، شحال تخلص لي زامبو، وشحال درت فورماسيون اون لين، سي دي فيديو سي دي لوسون تاع كاين 12 لوسون ولا 14 14 ولا 12 ماشي فيش بالتحديد، ولكن واضحين توضيح تام او بري سامبوليك ماهمش غاليين، وين بزاف الناس شاركوا فيها وتبعوا الاجراءات واليوم راهم كواتهم هنا. دونك في حتم اذا كان حبيتوا ديروا لا فورماسيون دو كرياسيون دافوار لا كارت دو ريزيدونس فو بوفي نو كونتاكتي على الارقام ديالنا، مرحبا بكم لا اشكال. واذا كان فو فولي با بارتيسيبي الفو باسيونتي شاك سيمان نعطيكم معلومه نعطيكم معلومه، واللي يقدر يستفد ويسوي الوضعيه حاجه مليحه. نقول لكم تحيه طيبه ونتلاقاو في صالح. We'll be right back.